هي نصرات مسألة ديال التحليل ديال يعني بالنسبة للناحية القانونية على شراء الأرض شرينا بالنسبة للقرارات ديال المجلس ووزناها بالنسبة لاتفاقية الشراكة مع الأطراف يعني مع وزارة الداخلية والبيئة والمجلس هذه كلها موقعة تخصصنا تقريبا دابا 4 مليار رجوع 4 مليار و 200 مليون سنتيم باش نعرف سنتيم باش الربع حنا بالنسبة لينا توصلنا دابا 2 مليار و 100 مليون من وزارة البيئة راه في الرصيد ديالنا والمشروع راه في فرنسا دابا راه في الطور يعني الطور الأخير باش غادي تعطل الأطراف اللي غادي تنفذ يعني المدة فوقاش غيكون هذا المشكل ديالنا والمدة راه هنا يعني راه كتعرف دابا لي مارشي راه هنا بالتوقفات راه هنا مجموعة الأشياء راه ما يمكنش تحدد مثلا بشي تاريخ معين كتكون محدد مثلا التاريخ ولكن كتلقى صعوبات تقنية كتلقى مجموعة الأشياء يعني أنا كنقول لك يعني فهاد إن شاء الله فهاد المجلس غادي يكون إن شاء الله لأن من الأولويات ديال المجلس هناك بعض المشاكل المطروحة بسبب السفينة المدينة مشاكل تلبيس وخلال الحياة مع الأخرى أين وصلت تقعد الجدية المدينة؟ بالنسبة للملف جليزة قلنا يعني قطعنا فيه شوط كبير حيث أن المجلس البلدي كطرف مع الطوميل مع الملك الكزاكا صاحب الإطار هذا يعني المجلس تبنى باش غادي يشري الطيران كامل وخا مدني تم المصادقة على يعني على الخبرة الخبرة تدار تم المصادقة عليها والمجلس يعني دوز في إطار دورة وقبل الأثمنة والغلاف المعني المخصص لهذه العملية جاهز حتى العقود وقعناها بالنسبة للعقود كذلك وقعناها دابا بقات عملية تقنية دابا راهم كيتهيئوا تصاميم اللي غادي تحدد الأرض وغادي تحدد الأبنية وغادي تحدد في الأماكن الفارغة غادي تحددها في التصميم وغادي ندوزو داك التصميم العملية ديال المصادقة من طرف لاجونس أوربان والعمالة والبلدية وغادي نديرو بها وأنا داك الناس غادي ندير بسم الله العقود ديالهم تلقائيا مع في تعاقد مع البلدية وبالنسبة للطرف الآخر كاين واحد الطرف اللي ما دخلش مع الضمير هو المشكل هي الخواص اللي باينين الناس في تلك الخواص هذاك ملف متبع يعني العمالة مع الناس المسؤولين وحاليا راهم يعني وصلوا لواحد التوافق مع بين الاطراف وربما غادي يتحلف اسرع بالنسبه للنقطه الثانيه هي الزبيد هذا اللي كنت بغيت نهضر عليك انا هضرت في النقطه ديال العمل الاجتماعي اللي قام به المجلس يعني جينا وقينا مجموعه ديال المشاكل اللي هي في الحقيقه كتطرح هاد الناس ديال الجوقيان مع المتجولون ومجموعه ديال المشاكل وهذه المشاكل يعني معقده شنو دار المجلس كان هناك مشكل ديال بناء واحد السوق فوق الماتش نظرا للصعوبات التقنيه اللي كانت طول المجلس باش غادي يطرح الارض مستقله وصل الى المالي بدات الدوره ودابا الصفقه راه معطيه ولا لاحظتوا دابا راه الاخوان ديال الجوقيان راه معطيناهم واحد المكان اخر دابا راه كيبنيوه باش يحصلوا عليه اخر اواخر ديال الشهر ديال رمضان غادي تدوز ان شاء الله والاخوان راه خداو يعني خداو الاماكن ديالهم خداو حتى الارقام المحلات ديالهم وخداو حتى الالتزامات ديال المجلس بانهم راهم غادي يستافدوا في المشروع وراه كل واحد عارف المحل ديالو يعني مستقل به وكلشي طيب سي حسن في الترتيب الحضرية عرفت بلي اخرى نوعيه من الترتيب تتبقى بعد الحدوديات ديال ليزيسباس ديال الحدائق العمومية وكذلك بالنسبة لبعض الأحيان الهامشية تكون الحدائق والشقة والخيمة كتعاني من هشاشة البنية التحتية. هو بالنسبة لنا أنا بالنسبة للأحياء ناقصة تجهيز يعني راه بالنسبة للميزة ربما طلعوا حتى دابا تصوروا راه ما بقاش داك الشيء بالنسبة للشعب السالة غير هبطوا دابا راه كلها جنيش. لا هي الترصيف وكذلك هشاشة البنية الأوروبية. لا كلنا مصور هذا بالنسبة أنا كنعطيك المعطيات أنا نعطيك باش الأخرى بالنسبة للصفار اللي عطيتيني شعب الزالة ولا كنعطيتي شعب الزالة شعب الزالة غير خليكم تاخذوا دابا الكاميرا ديالكم وتهبطوا لها كلها تعاود لها القابوس وتعاود لها الترصيف وتعاود لها حتى البرنامج اللي شفتها في الزناقي يعني ما بقات حتى شي زنقه في الشعبه بالنسبه للحدائق العموميه بالنسبه للحدائق العموميه راه خدات الجامعه بادره عطاتها دابا شركه خاصه
إذا لاحظتوا حتى في الزيارة الملكية وخلال دابا إذا درتوا في الشوارع كتلقوا بأن لي جاردان راهم أونتروتوني يعني مابقاش داك العشوائية فيهم لأن دابا شركة خاصة اللي خذاتهم بالنسبة لليز اللي زاد تحت إلى الليز رفيف 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 اللي أحرف في رفيف هو أن رفيف دخلت فيها عمران هذه تقريبا سنة ونصف دارت فيها مجموعة ديال الإصلاحات وديك الطرقات دابا اللي شتيها راه تخدمت في إطار يعني شفقة اللي تدارت مع العمران إلا أن دابا العمران داك الطريقة باش خدمتها كانت شوية ناقصة يعني دابا عندنا إشكالية باش غادي تدخل في شي حي اللي عاد تخدم على ديوانية راه كضرب حتى مستقيم باش مشروع إلا تدار ملايين ديال الدراهم وآخر المطاف ونجيو نعاودو بحال هكا المجلس حنا دابا راه عندنا مشكل في هذا الإطار هذا مع العمران وراه عندنا نفس المشكل في طريق فاس ولكن اضطروا عاودوا داك الشيء دابا راه كنحاول مع ولي انهم خصهم مضطرين يعاودوا داك الشيء يعني المشكله ديال العمران اللي خصها تعاود تعاود لان الحراسه دابا التحملات داك الدكتور دابا هما داروا داك المشروع مازال المده القانونيه ديالو ديال هذا مازال ما انتهاش خصو يعاود هذا فيكم سي الموقع الحزب يعني من حيث النتائج يعني كيتفاصل دائما النتائج كانت يعني كنتائج جماعيه حصلنا على 74 عضو جماعي بالنسبه للحزب الممثلين ديال الجنسيات حسب المنوال كنعتبر واحد من بين الاعضاء ديالهم عندنا ممثلين ديالنا في الغرفه الفلاحيه اللي هما فاعلين يعني في المكتب لا جوج ممثلين ديالنا في المجلس الاقليمي يعني من حيث النتائج الحمد لله نتائج مشرفه ويعني الحزب عنده موقع في الاقليم وفي المدينه بالخصوص وبالنسبه لنا حنا يعني كنجتهدوا كنحاولوا يمكن نكونوا في المستوى ولكن راه معنا احزاب اخرى حتى هي كتجتهد وكتعمل المهم كنا شي غادي نكونوا معكم في الساعه رايكم في ثلاث اسماء الكيران عنصا حميد شهر هي حقيقة هي شخصيات وطنية كتقود مجموعة الأحزاب الوطنية اللي عندها يعني سيت على مستوى الوطن وكنحترمها مرة أخرى نجدد الشكر للسيد حسن حيدر ومن خلال هذا البرنامج نقدم تحية لساكنة مدينة صفرو ونذكر بأن الموقع مفتوح لتتبع كل مشاكل التنموية لساكنة جهة فاس في خط حيادي هدفه تنوير الرأي العام بدون تحيز وخدمة قضايا المواطنين من هذا المنظر الإعلامي لاستفساراتكم وتعليقاتكم ومشاكلكم يرجى الاتصال بالموقع. الشيء الأخير مرة أخرى كنشكركم وكنعتبركم من الناس الأساسيين اللي غادي يساهموا في الإعلام الدور ديالنا دابا بالنسبة لنا راه ماشي دور هو إعلامي وخبر راه هو دور توجيه دور إعطاء أفكار دور مساهمة في التنمية لأنه يعني الحمد لله غير في شي لقاء ولا في شي مجال كيعطي حتى هو الصيت ديالو وكنتمناوكم التوفيق في المنبر ديالكم وحنا راه منفتحين عليكم في اي حاجه وحنا اللي غادي تاخذوا منا كضمانه هو اننا غادي نكونوا معكم دائما واقعي وحتى جيتوا شي وثيقه ولا شي حاجه اللي ربما تجي تستفيد بها الكلام ديالنا راه الاشاره ديالكم شكرا بزاف